يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا لها من آيات كريمات واضحات بينات، ويا له من نداء تهتز له القلوب وتقشعر منه الأبدان يوم ينادى عليك أيها الإنسان الضعيف الفقير، ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان، ما الذي خدعك حتى عصيت الواحد القهار؟ ما الذي خدعك حتى اقترفت الآثام بالليل والنهار؟ ما الذي خدعك ففرطت في حدود الله؟ ما الذي خدعك فتهاونت في أوامر سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي خدعك فأطلقت بصرك في الحرام؟ ما الذي خدعك فلم تخشى الله كما كنت تخشى الأنام؟ أيها الإنسان، ما الذي خدعك؟ أهي الدنيا؟ أما علمت أنها دار فناء وقد فنيت؟ ما الذي خدعك؟ أهي الشهوات؟ أما علمت أنها إلى زوال وقد زالت؟ ما الذي خدعك؟ أهو الشيطان؟ أما علمت أنه لك عدو مبين؟ أيها الإنسان، تذكر بأن هذه الأشياء التي خدعتك وهذه الأشياء التي قامت بإضلالك وقامت بغوايتك لن تغني عنك من الله شيئا، هذه الأشياء لن تغني عنك من الله شيئا، وأنك وحدك، أنت وحدك من سيقف أمام الملك الجليل، وأنت وحدك سوف تسأل عن النقير والفتيل والقطمير. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تذكر هذا أخي الحبيب، وتذكر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.